أما في الجزائر تم تسجيل اليوم كما تظهر في الشاشة 95 حالة جديدة عبر 20 ولاية ليصبح العدد الإجمالي 1761 حالة مؤكدة، وكل الحالات المؤكدة متواجدة عبر 46 ولاية، علما أن 26 ولاية لم تسجل أي حالة اليوم و13 ولاية سجلت ما بين حالة إلى ثلاث حالات. وتم تسجيل اليوم 21 حالة وفاة رحمهم الله، والتي تم تشخيصها في الفترة ما بين 30 مارس و10 أبريل، منهم 15 حالة سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، وذلك على مستوى 11 ولاية. 6 حالات وفاة في ولاية البليدة، 6 في الجزائر العاصمة، وحالة واحدة بكل من تيزي وزو، وهران، تيبازا، بومرداس، مسيلة، بسكرة، جلفة، معسكر وبويرة. يبلغ عدد الوفيات 256 موزعة عبر 34 ولاية. العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء يزداد كل يوم ليصبح 405 حالة، منها 126 حالة في البليدة و133 في الجزائر العاصمة. 1712 شخص خضعوا للعلاج حسب البروتوكول العلاجي الجديد، منهم الحالات التي تم تشخيصها فيرولوجيا والحالات التي تم تشخيصها عبر الأشعة وسكانير. وفي الختام نذكر ونحث كل المواطنين عبر كل التراب الوطني على احترام الكامل لشروط الوقاية والحجر الصحي من أجل تفادي انتقال العدوى والتصدي لهذه الجائحة، وهذا مسؤولية الجميع، وشكرا.